السلام عليكم متتبعي قناتي، هاش اخباركم؟ كلشي بخير، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله، واحوالكم مزيانه. اليوم غادي نصوب واحد الشوربه شيئا ما صحيه وفي نفس الوقت لذيذه، ديال العدس الحمراء. البنات كتجي رائعه ولذيذه. ندوزوا المقادير وطريقه التحضير. عندي هنايا العدس الاحمر البنات، انا دائما كنقول لكم القياس عينكم ميزانكم. انا عندي زلافه كبيره هنايا، وعندي واحد طريف ديال القرعه الحمراء، وعندي بطاطا وحده حلوه، ماشي بطاطا عاديه، الحلوه البنات. وعندي جوج دريسات ديال الثومه، وعندي بصله شي شويه ميان ماشي صغيره، وعندي الزيت البلديه، عندي بزار، عندي ملحه، عندي الكامون، وعندي خرقوم بلدي، وعندي هاد الكريمه سائله، هادي اللي دائما كنقول لكم كنستعملها. هاد الشيء اللي في هاد لاسوب، هادي هاد الكريمه هادي غير كتزيدها للذه البنات. لما كانتش غادي ديروا معاها واحد جوج حبات ديال الجبن، اما مربع ولا مثلث، هذا لما كانتش هاد الكريمه هادي. البصله هنايا هي شلضناها البنات، ومعها جوج دريسات ديال الثومه، كنزيدوا واحد نص معلقه صغيره ديال الكمون، ما نكتروش، ونفسها ديال البزار حيت عندي انا كميه غير صغيره. والخرقوم بلدي كنديرو معلقه صغيره، انا عندي معلقه غير صغار ديال العطريه، والملحه على حساب الذوق. والزيت البلديه نديرو تقريبا واحد ربع كاس لهاد الكميه هادي. صافي، غنديرو هاد العناصر هادو كلهم يتشحروا شي شويه فوق البوطه. صافي البنات، دابا غادي نلوحو ديك الخضيره ديالنا. هيا نخليوها شويه تشحر باش كتلذات كتر البنات. الا غير شدينا الخضره هكا وخوينا فوق منها الماء ما كتجيش لذيذه. واحد شويه صافي، كنلوحو العدس ديالنا من بعد ما غسلناها البنات ونقيناه. هو الاول عاد غسلناه. هو كنخليه واحد جوج دقائق هكا غير يتشرب هاد سميتو هاد الشرموله شويه، وغادي نرويه بالماء طيب البنات. صافي، دابا غادي نديرو الماء طيب. كتجي لذيذة البنات هاد الشوربة هادي، بالأخص دابا راه جاي وقت البرد، ونديروها هكايا للعشا ولا تا في الغدا تمشي مع شي طبق هكا مع لي بغوشات ولا مع الحوت ولا.
صافي غنخليوها حتى تطيب ونرجع معكم. صافي البنات لاصوب ديالنا هي طابت، لا ديك القريعه ولا العدس. العدس اصلا هاد الاحمر ما كياخدش طياب بزاف، غادي نطفي عليها وغنخليها حتى تبرد عاد نطحنها، ومنين طحنها نرجع معكم ان شاء الله. فالبنات غادي نزيدوها جهد هكايا ديال ديك الكريمه، نتوما عينكم ميزانكم واحد جوج معالق كبار، انا راه كنبغيها هكايا خفيفه. شتو بغيتوها نتوما ديروها تقل من هكايا، خليوها ثقيله. غادي نحركها شويه واحد جوج دقائق حتى ثلاثة دقائق صافي، وغنطفي عليها ونتلاقاو في الشكل النهائي. هذا هو الشكل النهائي البنات ديال الشوربه ديال العدس ديالنا، راه كتجي لذيذه البنات. واحد الملحوظه، راه ولو ما ديروش هذيك الكريمه السائله ولا الفخوماج لما بغيتوش، ما كاين علاش، غيب هكايا بهاد العناصر هادو راه كتجي لذيذه لذيذه. جربوها وصدقوني وغادي تعجبكم ان شاء الله. ودرت معاها بروشيت ديال الدجاج مشرملين غير في المقله، وزينتها هي الشوربه بحبوب الشيا. راكو عارفين حبوب الشيا، دخلوا قراو عليهم عندهم فوائد صحيه البنات، مزيان هكايا ندخلوهم في الشوربات ولا نديروهم غير في دانون اليومي ديالنا اللي كناكلو حنا ولا وليداتنا، راهم هما عندهم فوائد صحيه بزاف. ولا تقدو ما بغيتوهمش ديرو غير شويه ديال الكمون من الفوق، اولا شويه واحد الطريقه ديال السودانيه، ولا شويه ديال معدنوس وريقه ديال المعدنوس، كيبقى تزيين على حساب الاختيار ديالكم. نتمنى لا فيديو ديال اليوم يعجبكم ان شاء الله، وينال الريده ديالكم. وصدقوني وجربوا هاد الشوربه، هادي راه كتجي لذيذه، بالاخص دابا حنايا مقبلين على البرد ان شاء الله. وكنبغيو هكايا تداتنا كتبغي حويجه هكايا تكون تعطينا الطاقه. ويلا عجبكم لا فيديو بارطاجيو مع الاهل ومع الاصدقاء، واللي كيشوف لاشين ديالي اول مره وعجبو المحتوى ديالها يدير اشتراك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ان شاء الله. والفائده تعم الجميع، اللي كنعرفوه ما كنبخلوش عليه، واللي ما عرفناش نسولوا عليه الحباب. ونتمنى نلقاكم في الفيديو الماجي ان شاء الله في أدام الصحة والعافية. خليت لكم الراحة وبسلامة عليكم.